حقيقة كمان للمزيد من التفاصيل والمتابعة وتحليل بينضم إلينا هاتفيا دكتور إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية. دكتور إبراهيم أهلا بحضرتك معنا، ويعني بداية يعني كيف ترصد لنا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص في ظل القصف المستمر والمتواصل من قبل الكيان الصهيوني الغاصب؟ هذه حرب إبادة جماعية تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة. عشرات العائلات خرجت من السجن المدني، أبيدت هذه العائلات بأطفالها ونسائها وشيوخها. غزة اليوم تحترق تحت نيران الطائرات الإسرائيلية والدبابات والبوارج الحربية والزوارق التي تلقي حمامها على المدنيين العزل في بيوتهم، ولا ملاذ آمن في غزة. تقصف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء وتقطع المياه والكهرباء والوقود. تدخل غزة في حالة من الموت البطيء للسكان الذين يعانون من الموت بالطائرات والموت بنقص المواد الطبية والغذائية، الجرحى بالمئات، ولا قدرة للسيارات الإسعاف التي قصفت للوصول إليهم. هناك حالة من الإبادة الجماعية هي ترجمة لعقيدة المحو والحرق والإبادة التي توعد بها نتنياهو وسموتريتش وبن غفير الشعب الفلسطيني، وأنكر على الشعب الفلسطيني وجود أرض اسمها فلسطين، وأنكر على الشعب الفلسطيني وجود شعب اسمه فلسطين. وهذا الذي يجري هو امتداد وإعادة إنتاج للجرائم المروعة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية عام 48 بحق أهلنا هناك، وهجرتهم إلى حيث هم الآن، وتلاحقهم اليوم، تلاحق أحفاد المهجرين الطائرات الإسرائيلية والزوارق الحربية والمدافع بالإبادة الجماعية. نعم، يعني دكتور إبراهيم، أيضا يعني التحركات الرسمية من السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية أيضا لمساعدة سكان قطاع غزة، والتواصل أيضا مع الدول العربية والدولية في محاولة لوقف هذا العدوان. أنت تعلم أخي أن مصر الشقيقة هي الشريان الذي يوصلنا إلى أهلنا في غزة، ولم تتوانى الشقيقة مصر قيادة وحكومة وشعبا عن الاستجابة لكل النداءات الفلسطينية، وجهزت جميع المتطلبات بالتعاون مع القيادة الفلسطينية بالشاحنات والمواد الغذائية والبترول والأطباء. ولكن كل هذا الذي تم تجهيزه يتهدده القصف من قبل الطائرات الإسرائيلية، تتهدده المنع بالدخول بسبب هذه الحرب المجنونة والإبادة الجماعية. عندما يعلن وزير الجيش الإسرائيلي بأن من هم في غزة هم حيوانات بشرية، ويقطع عنهم الماء والكهرباء ويقطع عنهم الوقود ويقصف المستشفيات، هو يفتح محرقة كبيرة للأطفال والنساء والشيوخ في غزة، ويريد يسعى إلى إبادة جماعية لهذه البقعة الصغيرة في المحاصرة بالدبابات وبالحديد وبالجنود وبالطائرات وبالزوارق. إنها المحرقة تنصب أعوادها منذ 6 أيام لأطفالنا ونسائنا وشيوخنا في قطاع غزة. إذا دكتور إبراهيم، يعني حصار كامل وشديد ومعقد على أهالينا في قطاع غزة، ووضع إنساني كارثي، وضرب للهلال الأحمر الفلسطيني، وأيضا في المقابل توسيع جبهات الحرب، يعني كيف تراها بعد قصف الجولان المحتل في سوريا، بالإضافة إلى بعض القذائف من جنوب لبنان ودخول أطراف أخرى بهذه الحرب؟ نحن نتطلع إلى وقف تدخل دولي عاجل للجم شهوة القتل. كل دقيقة تبات فيها عائلة، كل دقيقة يقتل فيها أطفال وتسفك فيها دماء وتزهق فيها أرواح. نحن نتطلع إلى وقف هذه الإبادة الجماعية. شعبنا في غزة يقف اليوم تحت إبادة جماعية تقتل فيها الحياة
لا ماء، لا كهرباء، لا مساعدات طبية. هذه الحالة يجب أن تتوقف فورا. على العالم أن يلجم شهوة القتل التي تستبد بقادة المؤسستين العسكرية والإسرائيلية في إسرائيل، والتي تعمل بنزعة الانتقام وإبادة جماعية للأطفال والنساء والشيوخ بهدم البيوت على رؤوس ساكنيها. طب دكتور إبراهيم، يعني إلى أي مدى ما حدث كان انعكاس لاستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بالطبع ضد الشعب الفلسطيني؟ وكان هناك تحذيرات من أن نصل إلى هذه النقطة يعني في الحقيقة، يعني من قبل يعني جميع المسؤولين والخبراء في هذا الأمر، يعني تطرقوا إلى أن هذا العنف المستمر من جانب إسرائيل وهذا العدوان ربما يدفع إلى مزيد من العنف ومزيد من الصدمات، يعني ربما وصلنا إلى نقطة خطيرة بالفعل. إذن كيف يمكن المواجهة؟ هذا الكلام الدقيق، هذا الذي يجري هو حصاد التجاهل النداءات الفلسطينية والنداءات المصرية المتكررة التي حذرت إسرائيل من عواقب وارتدادات جرائمها ضد الشعب الفلسطيني. 4 حروب خيضت على غزة، دمرت البنية التحتية ولم تبقى في غزة أي فرصة للحياة. تلاحق العصابات الصهيونية المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، يوميا يقتل الشهداء الأطفال والنساء والشيوخ، تقتحم جنين، وبالأمس اقتحمت كسرى وارتكبت مجزرة ذهب ضحيتها 4 شهداء من الأطفال والعشرات من قاطفي الزيتون، الحوارة التي تعرضت للحرق وترمس عيا. كان الرئيس محمود عباس حذر من ارتدادات هذه الجرائم، والرئيس عبد الفتاح السيسي طالما حذر إسرائيل من فائض القوة ومن غرورها وغطرستها. وهذا الذي يجري اليوم هو حصاد التجاهل الإسرائيلي وعدم الاستماع لتلك التحذيرات، وحصاد إفلات إسرائيل من العقاب، وحصاد المعايير المزدوجة التي يمارسها العالم بسياسة معتمدة عندما تتعلق الأمور بإسرائيل. كل هذا الذي يجري هو حصاد عدم تطبيق القرارات الدولية بوقف الاستيطان باعتباره جريمة حرب، حصاد عدم الاستماع لصوت الحق، لحناجر المجروحة بصوت الحرية التي تدعو إلى تحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال وإقامة دولته وعاصمتها القدس. هذا حصاد الانفلات لاستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس. كل هذه الاستفزازات هي التي أدت إلى ما أدت إليه اليوم. دكتور إبراهيم، تحدثت عن شهوة القتل المسيطرة والمهيمنة على الكيان الصهيوني الغاصب، وهو في المقابل يتعامل بأنه فوق المساءلة وفوق المحاسبة وفوق القانون وفوق الشرعية الدولية. إذن ما هو السبيل من وجهة نظرك؟ السبيل أن تلجم هذه الشهوة بتدخل دولي لوقفها، وهذا الذي يجري كان نتاج لنزعة القتل والغطرسة والغرور الذي أوصل إسرائيل إلى هذه اللحظة. الشعب الفلسطيني لن يتوقف عن المقاومة، لن يتوقف عن حقه في مقاومة محتله. هل يعقل أن تعلن دولة محتلة؟ هل يعقل في القانون الدولي دولة محتلة تعلن الحرب على شعب تحت الاحتلال بينما هي مجبورة على أن توفر له الحماية؟ هذه دولة مارقة، دولة إرهابية، دولة تمارس العنصرية الأبرتهايد، وتمارس اليوم الإبادة الجماعية. هم يقولون أنهم ضحايا ونحن ضحايا، الضحايا الذين يمارسون المحرقة. اليوم تنصب أعواد المحرقة، يقف الغزيون في الطابور أمام هذه المحرقة التي ينصبها هؤلاء أحفاد العصابات الصهيونية اليوم. جرحى يغيثون مصابين ومنكوبين، يغيثون منكوبين. إنها المحرقة اليوم في غزة، لا مكان آمن، تقصف كل البيوت، تباد العائلات، تقطع الماء، يقطع الكهرباء. كل عناصر الحياة الآن تتوقف في قطاع غزة، ولا بد من تدخل دولي وتدخل عربي للجم شهوة القتل ووقف هذه المجزرة. شكرا جزيلا دكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية.